عمر انت فيك شبه كبير من الوالد. لا ولو قلعت النضارة كمان بصي. طيب طيب ممكن تعرف تقلده في لا في حاجه صغيره؟ استحالة. حتى بوجي لا يمكن حاجة صغيرة. لا يمكن والله لا يمكن. يعني ممكن اقلد لك اي حد في الدنيا الا يوني الشيخ. كان السادات مثلا عنده حته كده الفك الايسر كده الاسفل كده بيتحرك كده ولادي غسيل مواطن نقط على غسيل مواطن اخر قالوا ان مصر فيها فتنة طائفية هي؟ ما يعرفوش ان الديمقراطية ليها انياب كده يعني. اه لا في كتير يعني مثلا عند استاذ علي امام مثلا انت سالتيه عليه طيب ماشي كده مثلا اه حاجات خفيفه كده. لا صعب جدا احمد زكي صعب جدا ما اتقلتش اسطوره ما اتقلتش. سعيد صالح لا برضو حسن مصطفى برضو لا يعني ما تجيبليش. هقول لك لسبب صغير جدا الناس دي صعبه جدا انها تقلد. يعني هو استاذ عادل امام بس عشان معظم الناس بتجيب عادل امام في رياكشنات وش ياسين. طيب لا برضو ما والله مع ان اسماعيل ياسين يعني الناس اللي بتقلد دايما يقول لك اسماعيل. هاتي لي واحد في مصر قلد اسماعيل ياسين وطلع بيرفكت 100%. هاتيلي واحد في مصر قلد عادل امام في قلد عادل امام في تون صوته او في طبقه صوته استحاله. كله هيقلده في رياكشنات وش رفعت الحاجب النطه حركه الكتاف لكن طريقه الكلام ولا حته من استحاله. الوحيد اللي ما بعرفش اقلده ولا حتى ولا بحاول ما اعرفش اقلده مع طريقته هو. الناس دي حاله الناس دي ما بتتقلدش. حتى الناس اللي بتقلد يعني الناس اللي بتقلد يعني انا افتكر ان اللهم أربعة خمسة في مصر هم اللي عملوا عملوا سكتشات صح في تقليد. كانت أربعة خمسة في مصر هم اللي كانوا عاملين السكتش ده. إن أنا جالي بعد ما توفى بحوالي يعني كان في حوالي أربع سنين بعد توفى كنت أنا هعمل بوجي وطمطم مكانه. طب وما ما كملتش. ما كملتش. يعني بدأت وما بدأت وما كملتش. بدأت وما كملتش ليه؟ طيب انت كنت يعني انا ماليش قوي في حته برضه. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك على حاجه برضه. هو التمثيل الصوتي اصعب بكتير جدا من قدام الشاشه. اصعب بكتير جدا. يعني احنا بنوصل حاجه للمستمع بنوصل له بقى الصوت بتاع العروسه وهي زعلانه وهو متضايق وهو فرحان وهو زاد انا صوت طفل وانا صوتي غير صوته خالص. هو صوته كان حاد فلو كان هينزل بصوته شويه في العمر الطفل كان ممكن يتقبل زي ما حصل. انما انا لا انا صوتي اتخن من صوته بكتير. يعني صوتي اعرض من صوته.